وهيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن ومع الصوت الجميل في تلاوة محكم التنزيل شيخنا أحمد سيد إسماعيل بأداء يشفى به العليل. يتفضل مشكورا شيخنا الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين صدق
صدق الله العظيم. لما رجع الحبيب المصطفى من الإسراء والمعراج وقص على أهل مكة ما حدث في رحلة بينه وبين ربه لم يراها أحد فكذبوه وقالوا ما قالوا، فصدقه رب العالمين بقسمه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أشكر لمولانا صاحب الخلق النبيل والمعدن الأصيل شيخنا أحمد سيد إسماعيل الذي تلا علينا من محكم التنزيل بأداء يشفى به العليل.